جديد ورياضة من أون لايف، أهلا بكم. قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة المهندس هاني أبو ريدة ملاحقة الشركات التي تستغل اسم المنتخب واتحاد الكرة في تسويق منتجاتها قبل مونديال روسيا الذي يشارك فيه منتخب الفراعنة الصيف المقبل بعد غياب دام 28 عاما، حيث أرسل اتحاد الكرة خطابا رسميا إلى اتحاد الإذاعة والتلفزيون والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لوقف إعلان لإحدى شركات الاتصالات وآخر لشركة مستحضرات تجميل لاستغلالهما صعود منتخب مصر إلى كأس العالم والإعلان عن تذاكر للسفر إلى روسيا. تضمنت الشكوى أنه تم استغلال حقوق المنتخب دون الرجوع إلى الجبلية. تلقى الأرجنتيني هكتور كوبر المدير الفني للمنتخب الوطني عرضا من أحد أندية الدوري الصيني يصل إلى 6 ملايين دولار في الموسم، أي ما يبلغ 105 ملايين جنيه مصري سنويا. وكشف مصدر مقرب من الأرجنتيني أن العرض سيكون لمدة 3 سنوات مقابل 18 مليون دولار، على أن يتحمل النادي الصيني أيضا راتب الجهاز المعاون مع التدعيم بعدد مميز من اللاعبين. أكد ثروة سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة على التوصل لاتفاق مع كوبر بمناقشة أي عروض تصل إليه في الفترة القادمة مع مجلس إدارة الاتحاد قبل اتخاذ قراره النهائي. نفى إيهاب لهيطة المدير المنتخب الوطني وجود أي تهديدات من الاتحاد الدولي لكرة القدم باستبعاد محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي من المشاركة مع الفراعنة في نهائيات كأس العالم القادمة. وترددت أنباء عن أن الفيفا يهدد صلاح من الاستبعاد من المونديال لعدم خضوعه إلى كشف المنشطات خلال معسكر سويسرا. كد لهيطة أن اتحاد الكرة لم يصله أي خطابات بهذا المعنى سواء من فيفا أو غيره، مضيفا أن صلاح لم ينضم للمعسكر أثناء إجراء كشف المنشطات الذي تم في اليوم الأول دون اتفاق مسبق، ومن الوارد تكراره في التجمعات المقبلة. غادر محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي المستشفى في أبو ظبي بعدما خضع للعديد من الفحوصات الطبية والعلاج لمدة 12 يوما حاول خلالها الفريق الطبي السيطرة على آلام الظهر التي يعاني منها رئيس الأهلي لدرجة أثرت على حركة قدمه اليمنى. وقام الفريق المعالج خلال الأيام الماضية بأكثر من عملية حقن بالعمود الفقري حتى لا يلجأ الخطيب للمسكنات لتخفيف آلامه. وأكد الفريق الطبي أن حالة رئيس الأهلي تحسنت بنسبة تصل إلى 60% قبل مغادرته المستشفى، وهو مؤشر إيجابي لاستجابته للعلاج الطبيعي والذي يبدأه اليوم بأحد المراكز الطبية ويستمر لمدة أسبوعين. يغيب المغربي وليد أزارو مهاجم الأهلي عن المشاركة مع فريقه في مباراة سموحة المقرر لها في 8 أبريل الجاري بالأسبوع 31 لمسابقة الدوري الممتاز بسبب الإيقاف. وحصل أزارو على إنذار ثالث في مباراة طنطا التي فاز بها الأحمر بهدفين لهدف بعد أن تعمد التأخر بالكرة، ليضطر الحكم إبراهيم نور الدين إلى إشهار البطاقة الصفراء الثالثة في وجهه. وبدأ الأهلي صباح أمس الاستعدادات للنادي السكندري رغم أن الأحمر حسم الدرع قبل انتهاء المسابقة بستة أسابيع. تمسك حسام غالي قائد النادي الأهلي بالاعتزال نهاية الموسم الحالي رافضا الجهود والمحاولات التي عرضها عليه البعض بأن يؤجل هذا القرار قرار الاعتزال للموسم المقبل. كشف حسام البدري المدير الفني عن محاولته لإقناع غالي بعدم الاعتزال نهاية الموسم بدعوى أن اللاعب ما يزال قادرا على العطاء لمدة موسم مقبل على أقل تقدير، لكن اللاعب الذي عاد للأحمر في يناير الماضي بعد فسخ عقده وديا مع النصر السعودي ما زال مصمما على فكرة الاعتزال والاكتفاء بما قدمه في الملاعب المحلية والخارجية، خاصة في ظل ابتعاده عن منتخب مصر وتبدد حلم المشاركة في كأس العالم.
يمر شريف إكرامي حارس مرمى النادي الأهلي بحالة نفسية سيئة منذ استبعاده عن معسكر المنتخب الوطني الأخير الذي أقيم في سويسرا. اتخذ شريف إكرامي قرارا بالرحيل عن الأهلي بنهاية الموسم الجاري في ظل استبعاده من التشكيلة الأساسية خلال الفترة الماضية، الأمر الذي أثار بالسلب على حظوظه بالانضمام لقائمة المنتخب الوطني المشارك في كأس العالم في روسيا. تلقى شريف إكرامي أكثر من عرض شفهي من عدة أندية خليجية للانتقال لإحداهما بنهاية الموسم الجاري على سبيل الإعارة. كشفت مصادر داخل نادي الزمالك عن رفض مجلس إدارة النادي فكرة إقالة إيهاب جلال المدير الفني للفريق على الرغم من سوء النتائج التي يحققها في الفترة الأخيرة، سواء بالخروج من الكونفدرالية الإفريقية أو الخسارة من الإسماعيلي والاقتراب من فقدان المركز الثاني والمشاركة في دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل. يأتي هذا لأكثر من سبب، أولها عدم وجود بديل مناسب على الساحة الرياضية في الفترة الحالية لخلافة جلال، كذلك لقيمة الشرط الجزائي الكبير في عقده والذي يمتد لموسم ونصف. يذكر أن جلال غاب عن مباراة الزمالك وكهرباء القاهرة الودية أمس لتعرضه لنزلة برد. واصل فريق سموحة ملاحقته لفرق المربع الذهبي بالدوري الممتاز بعد فوزه الصعب على ضيفه مصر للمقصة بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب برج العرب بالإسكندرية والمؤجلة من الجولة 25. سجل حسام حسن هدف المباراة الوحيد ليرفع فريق السكندري رصيده إلى 46 نقطة في المركز الخامس بفارق 3 نقاط عن المصري صاحب المركز الرابع، بينما احتل المقصة المركز 13 برصيد 34 نقطة. رفض مجلس إدارة مصر للمقاصة برئاسة اللواء محمد عبد السلام التقدم باحتجاج رسمي للجنة الحكام باتحاد الكرة بعد إلغاء الحكم جهاد جريشة هدفا صحيحا لفريقه وتخاضي عن ضربة جزاء أمام فريقه سموحة بالدوري. أكد رئيس المقاصة أن الشكوى لن تكون لها جدوى لأنها لا تصنف أو تصنف تحت الأندية المظلومة مهما كانت أخطاء الحكم مؤثرة في النتيجة، واضحا أن لاعبي المقاصة قدموا مباراة جيدة ولكن التحكيم أثر سلبيا على النتيجة. طلب طلعت يوسف المدير الفني لفريق مصر للمقاصة المسؤولين عن لجنة التحكيم بأن تكون لديهم أمانة في تحليل المواقف خاصة بالنسبة للحكام الكبار نظرا للخطأ الذي تسبب في خسارة فريقه أمام سموحة. ما أقدرش أقول تقصير لأنه ما فيش حد من الولاد عنده الرغبة في التقصير يعني، لكن إحنا في الشوط الأول أتصور أن إحنا ما كناش متواجدين بالقدر الكافي يعني، ما قدرناش نفرض شخصيتنا على الماتش يعني. سموحة كانت أفضل شكلا وموضوعا، لكن الشوط الثاني أعتقد أن الوضع اختلف تماما وأن إحنا فرضنا نفسنا وفرضنا أسلوبنا ورحنا وسجلنا هدف ألغي بلا سبب وبلا مبرر مقنع بالنسبة لي. أنا لسه بقول أن إحنا محتاجين أننا نكون أمناء في تحليلنا للمواقف التحكيمية، ده مش دوري، أنا مدرب، لكن هناك من هو مسؤول عن تحليل هذه المواقف حتى إذا كان الخطأ جاي من طاقم تحكيم أو من حكم هو حيمثلنا في كأس العالم، وأنا شخصيا بتمنى له، هو حكم متميز جدا جدا وأنا بتمنى له التوفيق لأنه بيمثل مصر مش بيمثل نفسه بس. لكن النهاردة في خطأ كلفنا نقطة وإحنا تيم في دائرة الخطر إلى حد ما. أصدرت رابطة ألتراس أهلاوي بيانا طالبت فيه بالعودة للمدرجات في مباريات النادي الأهلي بشكل طبيعي والتعاون مع الدولة لإعادة الجماهير للمدرجات. تعهدت الرابطة التي تشجع النادي الأهلي بعدم الخروج عن النص في أي من المباريات المقبلة، وأكدت على رغبتها في التأكيد على أن مصر تجاوزت الفترة الصعبة وقادرة على خوض مباريات بحضور جماهيري بأكبر أعداد ممكنة،
مطالبين بالعفو عن المحبوس في أو المحبوسين في أحداث مباراة مونان الجابوني وعودة الحوار مرة أخرى مع مؤسسات الدولة. تأهل فريق الأهلي إلى المباراة النهائية للبطولة الإفريقية للأندية الأبطال لكرة الطائرة المقامة على صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر الجزيرة. تغلب الفريق الأحمر على نظيره سموحة في المباراة التي جمعتهما في الدور نصف النهائي بنتيجة 3 أشواط دون رد. ومن المنتظر أن يلتقي الأهلي مع مواطنه طلاع الجيش في الدور النهائي غدا الخميس. يذكر أن طلاع الجيش كان قد تأهل للنهائي بعد الفوز على فريق السواحيل الليبي في مباراة نصف النهائي الأخرى ب3 أشواط مقابل شوط. حقق فريق الأهلي السعودي المحترف ضمن صفوفه اللاعب المصري مؤمن زكريا فوزا غاليا على تراكتور تبريز الإيراني بهدفين دون مقابل في المباراة التي أقيمت بينهما بمدينة العين الإماراتية ضمن منافسات الجولة الخامسة للدور المجموعات بمسابقة دوري أبطال آسيا. قدم مهند عسيري للأهلي السعودي وأضاف النجم المصري مؤمن زكريا الهدف الثاني في الدقيقة الأخيرة من المباراة. بهذه النتيجة يحسم الفريق السعودي تأهله لدور 16 من دوري أبطال آسيا. أخبارنا الرياضية مستمرة وفيها بعد فاصل قصير. بايرن ميونخ يعود بانتصار ثمين من إشبيلية في ذهاب دور الثمانية بالدوري أبطال أوروبا.